يخليك عامل ايه؟ الله يخليك. ايه العظمه والحلاوه دي؟ انت اللي يا مر. الله يخليك، انت عامل ايه؟ كله تمام والله. بص بقى يا عم احمد، شرفنا النهارده. الله يكرمك، ده احنا اللي تشرفنا والله بالقعده معاك النهارده. الله الله يصحك. كم سنه صيد؟ كتير كتير يعني، مش هحسب. 50 سنه. عمر. عمر طبعا. كل حاجه الواحد بيتعلمها او بيشتغلها في اي حاجه في الدنيا بيتعلم منها حاجه. طبعا. نيجي عند الصيد كل الناس تقول الصبر. يعلم الصبر. طبعا، امال احنا شغلتنا دي كلها صبر. لان مش الرزق ده يعني زي ما انت فاهم بيبقى مش على طول، يوم قليل يوم كتير يوم معقول كده يعني. الحمد لله يعني على قد الصبر بتاع الواحد. ربنا يفتح عليك ويرزقك، وعلى قد الله يخليك يا استاذ تعبك وعلى قد صبرك ده ربنا يجازيك ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ. كل واحد برضو زي ما اتكلمنا انه بيتعلم الشغلانه بتاعته حاجه، بيبقى ليه في الشغلانه مواقف عمره ما ينساها. طبعا. من اول ما بدا لحد دلوقتي. ما تفتكر معايا كده حاجات في الصيد عمرك ما بتنساها يا عم احمد؟ حاجات كتير الواحد بيشوفها وكل يوم بيشوف حاجات. تقول لي كذا حاجه كده انا عايز اتسلى معاك. والله انا يعني الذاكره ماشي، مش فاكر يعني حاجه دلوقتي، بس اقول لك قالوا لي ايه؟ عشان انا كنت بذاكرك وعمال اسال عنك كده والف هنا واسال، بس انت ما شاء الله مشهور قوي يعني. لا ابدا. قالوا لي ان انت في مره وانت صغير ركبت المركب من ورا الناس، حصل الكلام ده ولا اشاعات؟ لا انا مره كان المركب وقف على الرصيف. ايوه. كنت صغير، كان عندي 4 سنين. تمام. وبعدين هم كانوا بيشتغلوا في الغزل يعني، ابويا وعمي ورجاله. جميل. وعلى البر، وهم كانوا في المخزن يعني على الرصيف. وانا طلعت نمت فين؟ وتلفت في بطانيه كده بتاع عمي الله يرحمه. وبعدين نمت نعست. هم سرحوا مشوا. طلعوا البحر. وبعدين عمي جاي يشد ياخد البطانيه. لقاك موجود. لقى عيل. قال لي جابك. ده مين ده؟ قال لي جابك ايه؟ قال لي جابك مين انت؟ انا احمد. انا ما كنتش اعرف، انا ما اتكلمتش. هو اشتلني وخدني ونايمني. كان مثلا اكتشفوا ان انت موجود بعد ما المركب اتحركت بقد ايه كده؟ جه قد ايه؟ بالليل يعني، في نفس اليوم بس بالليل. كان عدى كام ساعة يعني مثلا؟ يعني انا كان مثلا زي الوقت كده مثلا ساعة واحدة اتنين. انا طلعت قعدت وبعدين عست. وهم بالليل بقى اكتشفوا؟ بالليل. بالليل اكتشفوا ان انا. بس يمكن العاملة دي بقى خلتك تحضر بقى الرحلة كلها بقى. ما انا قعدت يومين، هم كان يومين، كان مسرع يومين. كان مسرع يومين. وبعدين بقى هم ما بقى عادوا لي واحد زي حرس كده خلي باله مني. ونزلوني في حاجة احنا بنقول عليها العنبر، العنبر دور تحت بقى يعني. اللي هو ده اللي بننزل له تحت بقى. وقاعدين معاه واحد خلي باله مني يعني، تاخد بالك. وبعدين يجيب لي المؤاخذه، يجيبوا لي جردل فيه سمك حي. المؤاخذه جردل في ميه. ليه؟ يلعب. عاملين لك حط سمك يعني؟ ما كانش في لعب زمان. عاملين لك حط سمك في جردل. هو في بيسلوك يعني؟ هم بيسلوني. عقبال ما اليومين يعدوا. طبعا ابويا وهم ما خدش علقه يا عم احمد؟ لا ده هو ما اتكلمش. الله يرحمه. الله الله ما اتكلم. ما اتكلمش. هم يا ما بقى اللي بقى لما شافتني بقى فرحت. غبت عليها يومين. ولا حد كلمها ولا حد يعرف يوصلها؟ لا انا ما اعرفش بقى اللي حصل بقى، انا ما اعرفش يعني ايه اللي حصل. حلو. عشان يعرفوا امتك. عشان يبقى الحمد لله. الحمد ابو حميد الجميل. الله يصلحك. طيب يا عم احمد، اتفضل. ده موقف وانت صغير. بما ان انت يعني ايه، انا بنعش لك الذاكره كده. قالوا لي ان انت عملت حاجه عمل بطولي قوي. لا مش يعني بطولي قوي، ده هو بطولي ونص. لا ده هو كان حصل لنا حادثه يعني واحنا في السفر. ايه اللي حصل؟ احكي لي. يعني المركب خبط في الجبل. المركب دخل في جبل. في الجبل. الراجل نام. خبط في الجبل. وبعد ما خبط في الجبل المركب بينزل بقى. بينزل. تغطس. طلعنا البر. وقفنا كده. وبعدين حاجه كده قالت لي هتسيب الشنط كده، والشنط فيها الفلوس. نزلت قمت جايب الحاجات دي والمركب بيغرق. حاجاتك ولا حاجات الناس؟ انا والرجاله. انا كان معايا اتنين. ما فكرتش كده؟ قلت لا ايه لا لا العامله دي ممكن. والله والله ابدا ما فكر. الواحد ما فكر، بس هي بقى بظروفها الوقت. انا بستغرب الوقت اني عملت كده ليه ازاي.
يعني لو الزمن رجع مش هتعمل كده. لا والله ما اعمل. لان المركب كان بيقول هعمل وخلاص كان بينزل، اخدت بالك؟ وبعد المركب يطقطق يا باشا. هي الجدعانه دي في طبع، هو انت عشان انت جدع. لا الحمد لله، هو الواحد بس كان جريء شويه بس. طبعا كان الكلام ده من زمان، انا كنت يعني يا دوب 26 سنه ولا حاجه. تمام. الفتره دي زمان. هنا بقى المكان ده ايه الحكايه بتاعته زمان؟ يعني قبل ما يبقى بقى ما شاء الله كميه المراكب واليخوت الحلوه اللي هنا، ايه كان ايه اللي الناس عملت ده ازاي؟ والموضوع ده دخل هنا ازاي؟ بلدنا دي يعني ما كانش في المراكب الكتير دي في العزبه هنا. كان الاول ناس يعني بدائيه ومراكب شراعي وفلايك الصيد العادي. الصيد العادي. واحده واحده بقت الناس اتطورت وكده. بس طبعا انا ما وقعش على الكلام ده، انوع على النظام ده دلوقتي. التاريخ بتاع النقله دي حصل ازاي؟ طيب يعني ايه الناس اللي خلى ده؟ الناس دي تعبت وسافرت وجابت وعملت. اخدت بالك من السفر؟ ما فيش واحد في البلد دي او البلد اللي جنبنا اسمه ما سافرش وما تعبش. والناس اتغربوا، سافروا اتعلموا وجابوا يعني عرفوا بره. سافروا اليونان وايطاليا وقبرص وسافروا في البواخر اللي هم بتعدي من الكنال دي وحاجات مني. ويعني البلد دي برضه يعني ما عملوش الحاجات دي من فراغ يعني. كل ما زي البني ادم لما بيبقى صغير ويكبر واحده واحده كده يعني. فيعني الناس دي تعبت قبل ما العمليه بقت كويسه كده. البحاره اكتر ناس بيشوفوا البحر في كل حالاته. وهو صاحب وهو هادي وهو غاضب يعني، وقلبته ربنا ما يوريها لحد يعني. الشغله بتاعتنا دي مش سهله اكيد يعني مثلا ما تقدرش انت تقول انا اتعلمتها في يوم وليله. اللي هي بقى الخبره مع الايام. لغايه ما الواحد يشيخ، لغايه ما يكبر، اخدت بالك؟ وبرضه العيال بيتورثوا منه والكلام ده. بس طبعا موضوع البحر ده، انت بتطلع في بحر هادي، بيقابلك بقى بحور، بيقابلك بحر عالي، بتتدارى او بتيجي البلد او كده. احنا مثلا ما بنقدرش نخش هنا بالبلد، بنروح بورسعيد. بنروح نقف في بورسعيد لان بورسعيد ميني اغلبيه المراكب يعني. وبالنسبه يعني مثلا بتقول لك 3-4 ايام بس، هو البحر ما بيبقاش هايج على طول، بس هو في لحظه الدنيا بس هي القلبه بتاعته طبعا بقول لك صعبه في لحظه. خد بالك، في لحظه الدنيا بتروح. ايه بقى الاحتياطات اللي انتوا بتبقوا عاملينها يا محمد في حاجه زي كده؟ انتوا بتبقوا مستعدين لده ازاي؟ والله بتبقى من عند ربنا. احنا مثلا ما نقدرش يعني نقول ان احنا مثلا ابطال ولا حاجه، لا هي من عند ربنا يعني. في حاجات المكنه تعطل، المركب يحصل له حاجه لا قدر الله، الحاجات دي كلها ضياع. لكن اللي مثلا ربنا بيسلمها بيسلمك انت والناس اللي معاك لغايه المكان اللي انت هتروحه. مثلا كنت هتروح البلد او بورسعيد او حته الدره فيها او حاجه كده يعني. لكن البحر عمره غدار. صحيح. عمره متوسط الرحله ممكن تكون من كام يوم لكام يوم؟ هم بيعلموا لنا هنا ب 20 يوم. بس انت مش كل المراكب بتقعد 20 يوم. في انت بتقعد 10، في بتقعد 5، في بتقعد 15. تقدر تجيب ال 20 يوم ماشي. ايه بقى الاستعدادات؟ يعني انت خلاص طالعين بقى عندكم رحله 10 ايام مثلا، ايه بقى التجهيزات يا عم احمد اللي انت بيبقى معاك جهاز واكل وشرب وميه وكده يعني؟ في حاجات معينه، في اكل معين لازم يعني هو ده اللي لازم يبقى موجود ولا الاكل اي اكل؟ لا اي حاجه أي يعني أكل. مثلا زي ما بناكل مثلا في البيت اكل بيوتنا يعني. بيبقى موجود الرز والحاجات اللي هي العدس والحاجات دي والفول كل الحاجات دي بتبقى على المركب اللي هي في البيت، اللي انت بتجيبها في البيت. اخد بالك؟ وبقى طبعا بيطلع لك رزق بقى، سمك ولا حاجه بتاكل منه كل يوم كده. فاكر اكيد انت يعني انت مسلسل تحت الوصايا اتصور جزء كبير منه هنا. شفت منه احكي لي بقى انت حضرت ايه، شفت ايه في المسلسل؟ عشان عايز اسالك على كذا حاجه كده شفتها في المسلسل وانت اللي هتقول لي بقى المعلومه. والله انا شفت هم يعني انا شفتهم وهم بيصوروا، بس احنا اصلا ما بنقعدش يعني للتلفزيون زي ما انت فاهم. لا انت شفت ايه اللي يعني كان يعني جم مثلا سالوك يا عم احمد على شويه معلومات، سالوا زمايلك هنا مثلا؟ سالوا الناس اللي هم زمايلنا. فانا شفت يعني
وهم بيطلعوا الشبك وكده بيعمل زي ما احنا بنعمل يعني زي ما احنا بنعمل يعني اتعلموا صح يعني انا اللي عايز اقول ان هم سالوا اهل الخبره عشان يعملوا الحاجه صح. هم مش هم اللي بيعملوه, هم اللي بيعمل اللي هم البحريه صحيح والريس مثلا, وطبعا هي ما بتسوقش اكيد لا طبعا بس يعني تبقى عندها بس المعلومات البسيطه. في المسلسل ده كان اول مره مش انا لوحدي, ناس كتير جدا تسمع عن موضوع جمبري الفراوله ده. الفراولة ظهر بقاله يطلع 10 سنين. لا احنا كان ظهر عندنا في رمضان اول ما شفنا المسلسل. كان اول مرة انا نفسي اشوفه. لا ما هو من 10 سنين ولا حاجة البلد شغالة, او 15 سنة الناس شغالين يعني مثلا ايه مش مراكب بقى معينة يعني يعني مش مراكب كتير, مش كل المراكب, لان هو في الغرق قوي في الغريق في الغرق قوي اخد بالك يعني مثلا ده ما يروحش, ده ما ينفعش يروح. لا ما ينفعش يعني هو عايز مراكب جامده وكده. ايه الفرق بينه وبين الجمبري اللي نعرفه؟ لا ده هو ده بقول لك دون بقول لك ده في يعني ما فيش كوليسترول وحاجات من دي يعني هو اغلى وصحيا افيد والجمبري الثاني في اخدت بالك اللي هو الجامبو اللي احنا عارفينه ده معروف فايدته. طب ايه السمك اللي هنا احنا برضو يعني زي ما قلت لك احنا عرفنا الجمبري الفراوله الاحمر ده من المسلسل ايه الحاجات اللي هنا اللي احنا برضو ما نعرفهاش؟ يعني ايه السمك اللي هنا اللي تقول لي انتوا عارفين البلطي عارفين مش عارف ايه السردين لكن احنا يا احمد هقول لك 1 2 3؟ لا ده هو في جمبري في انواع جمبري كتير. جمبري نفسه منه انواع كتير. في حاجه اسمها جمبري ابيض. جمبري ابيض لون ابيض كده ابيض. في جمبري احمر شبه الفراوله كده بس مجرب. تمام مجرب. في جمبري سويسي, في جمبري ازازي, في جمبري ازرق, في يعني كل الكلام ده جمبري دنيا لوحده. طب والسمك بقى ايه السمك اللي انتوا مشهورين بيه هنا اكتر حاجه؟ الجمبري. لا السمك بقى سيبك من الجمبري بقى نوع الاسماك العاديه بقى ايه انواع سمك احنا في مشهورين بيه؟ في بربوني, في برجان, في حاجه اسمها صخره, في وقار, في اسماك انواع السمك اسماك كتير ومغازل اسوار اللي صور مش عارف هم بيقولوا عليها مياس حاجات من دي كده يعني. كل عمق بقى وانت ماشي كل ما تدخل في حته مثلا الغويط اكتر هنا في سمك معروف هنا بعد تدخل حته عمقها اشد واكتر تلاقي سمك تاني مثلا كل عمق معروف بسمك معين. زي ايه كده يعني؟ في بالليل ارض جامده, في حته انت مترقه ارض جامده دي انا عليها جمبري اللي هو الجامبو الازازي. في ارض طينه بيبقى عليها جمبري السواسي وجمبري يعني في ارض جامده وارض طينه وارض ايه تاني؟ انت بالليل تروح تشتغل عليه. مثلا بتروح تشتغل عليه. تمام. في دي بتبقى يعني مش كل البحر ارض جامده. اخد بالك؟ واخد بالك. وفي حتت بقى تانية ارض طينه ارض رمله كده انت بتشتغل عليه يعني. انت ايه السمك اللي بتحبه انت بقى؟ او ايه النوع والله اللي بيبعت ربنا بنحبه اي حاجه. ما كله جميل كله نعمه ربنا بس انت اكيد بتميل لحاجه بقى. هو المركب ما ينفعش يسرح ويجي من غير ما يجيب جامبو. طب خلاص ما هو يبقى في حاجه اهو. يبقى انت بتحب الجامبو. ما هو عشان انت تجيب الجامبو ليه هو اسمه ازاز احنا بنقول عليه ازاز. اللي هو الواحده قد دراعي كده. لا انا مش قد دراعك كده يعني. يعني الجمبري ده هو اللي بيجيب ايراد المركب. ربنا يزيدك يا رب. واصلح حالك. طب قبل ما هسيبك بقى اتفضل احكي لي على موقف كده برضو. احنا حكينا موقف وانت صغير وموقف وانت شاب, موقف صعب بقى عم احمد عمره ما ينساه ابدا. في حاجات كتير يعني مثلا اي حاجه مثلا عطل في المركب مثلا وانت في عرض البحر. دي بتبقى صعب. انت وواحد زميلك وبتقف على جنبه وكده حاجات بتبقى صعب. وبعدين احنا بنحصل لنا حاجات كتير يعني مش بس بتبقى سهله. لا الارض فيها حاجات يعني مثلا من ايام الحرب في طيران في بتوع دول اللي يعني مثلا في انت تسمع عن ايلات. طبعا قاعدين محطوطه ما في البحر الناس بتتحاش عليها بتقف عليها. اخد بالك؟ وطيران
وبتاع ده اللي اسمه حاجات باقية يعني، اللي هي الزوزيك والحاجات دي، الحاجات زود. الكبيرة دي اللي هي النشا الكبيرة دي اللي هي بيقولوا عليها يعني. مش ما تفتكرش مرة كده وانت في البحر وقفت وقلت يا رب انت اللي هتحلها يا رب؟ كتير كتير، اوقات كتير في بحر في بحر عالي، ما يكون بحر عالي وانت ما انتش، انت عايز الناس اللي معاك ما ياخدوش بالهم ان انت تعبان ومتضايق وخايف. يعني لازم تكون على قد ما انت مضغوط ما تبينش. لا، وانت لازم تكون دماغك اكبر منهم. مهما حصل انت دماغك اكبر من الناس اللي في المركب، لاما ما تعرفش تدير زي مثلا بالنسبه لكم يعني، يعني الله يحميكم كده كبير مثلا بتاعك المخرج استاذ احمد المخرج تاخد بالك هو الفاهم وده ماشي. يعني انا بقول لك يعني لازم الرئيس ما يبينش ان هو خايف او زعلان او متضايق، هو يبان زعلان بس تبقى خايف. طبعا امال الخوف ده ما هو حاجه فيني متربيه فيني، يعني زي ما يقولوا مهما يعدي العمر والخبره لا برضه لا ملهاش كبير. اصل دي حاجه، انت بص انت دلوقتي الناس اللي معاك دول انت ملزم ان انت توديهم البلد تروحهم بالسلامه تاخد بالك. انت يومي شوف انت ما بتقعدش حاجه، تقول لك اسبوع 10 ايام انت بتروح لمؤاخذه زي الطفل الصغير لما بيشوف اهله تاخد بالك. لكن انت لكن هل انت بتبين الكلام ده؟ ما بتبينش الكلام ده، انت رايح مبسوط ان انت روحت بالسلامه والناس روح بالسلامه، حدش حصل له حاجه، حدش اتعور كده يعني. يا عم احمد انا اتشرفت بالقعده معاك. الله يخليك يا استاذ احمد، وانت القعده معاك جميله وانت فوق راسنا. ربنا يديك الصحه وربنا يزيدك يا رب. انت شرفتونا والله، والله الشرف كله والله شرفتونا، وكنا بودنا نعمل اي واجب. وانا قلت لك كفايه المقابله الحلوه، وانا قلت للاستاذه ايه قالت لي ده احنا كتير حسابي معايا. الله يخليك يا عم، شكرا يا عم. الله يخليك يا استاذ احمد.